التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فإن أفضل مراحل تعلم القرآن هي الطفولة المبكرة، حيث يكون عقل الطفل يقظ ومستقبل لتخزين المعلومة. طريقة التدريس احنا في الجناح النسوي بالنسبة للفتيات، فنحن انتهجنا منهج تفسير القرآن الكريم أو تفسير الجزء التي تطالب به بحفظه الفتيات قبل حفظه. وهذا النظرة تاعنا هذه كانت لها أسباب، لأنه شفنا بأنه حفظ القرآن وحده بدون فهم المعاني ماهوش راح يعني وصلنا لما نطمح إليه، ما نوصلش الهدف تاعنا أنه تكون عندنا يعني فتاة فاهمة للقرآن الكريم وملتزمة بأحكامه. وفي نفس الوقت تفسير القرآن الكريم يسهل الحفظ بالنسبة للفتيات، وفي التفسير يعني تكون هناك تفسير للمفردات الصعبة، وفي نفس الوقت إعطاء حوصلة عامة للصورة المفسرة. يعني هنا اختلف المفسرون في هذه الآية التي المراد بها أقوال كثيرة يعني بالتين والزيتون، وهو الأول يعني التفسير الأول يقول بأن التين هو جبل أو مسجد في دمشق، وهذا المسجد أقيم على جبل قيل هو المسجد يعني الذي كان على هذا الجبل لأصحاب الكهف، سمي أيضا بهذا الاسم. ومسجد أو مسجد نوح الذي ببيت المقدس. يفتح مسجد الأنصار في جناحه النسوي أمسيات خاصة بتحفيظ وتفسير القرآن لفئة البنات من مختلف الأعمار ضمن حلقات صغيرة للتحفيظ. عندنا أيضا منهجية التدرج بالنسبة للفتيات، فالمبتدئات كلهن يكون في فوج واحد تلقيهن أستاذة قصار الصور بالتلقين وبمراعاة الأحكام، ونحن تبنينا رواية ورش وفقط. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. بديت معهم في الحزب صور القصار، نبدأ معهم حتى الحزب الأول لقناهم طريقة ورش بالأحكام، وكي كمل الحزب الأول يكملوا عندي عندنا تدرج، يروحوا هذا التعليم اللي كتشوفهم هنا يروحوا لأستاذة واحدة أخرى باش ياخذوا التلقين الحزب الثاني. هذا هي الطريقة اللي نتعاملوا بها، نلقنوا بالأحكام وتكون دائما إعادة، ويكون تلقين جماعي باش يستوعبوا، ونتلقوا تلقين جماعي، ومن بعد كل تلميذه نشدها واحده باش نشوف المشكل تاعها وين راه، مثلا مخارج الحروف وين راهي، نحاول يعني نساعدها قدر المستطاع. يعني ياتي قدحا كالمغيرات صبحا كالمغيرات صبحا فأصعنا به نقعا فوصفنا به. التلميذ كيكون في البيت يعني الطفلة تكون في البيت ما تقدرش تحفظ القرآن مع الأهل تاعها، فأكيد تكون في جماعة مع التلاميذ ومع أصدقائها راح يكون ذاك تكون عندها ذاك الرغبة كي تكون جماعة. وبهذا يعني الحمد لله لحد الآن يعني أنا في تحسن، لحقنا حتى الصور أنا في قريب البينة، يعني الحمد لله في فترة يعني ماشي كبيرة بزاف. هن فتيات طموحات يسعين إلى حفظ كتاب الله، تفتحت براعمهن على أجمل الكلمات فانعكس جمالها ونقاؤها عليهن، فكان كلام الله ربيع قلبهن. ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ حافظ على طريقة التلقين بالأحكام، ثم تفسير الصور التي هي يعني مطالبة الفتاة بحفظها. بعد ذلك فوج المبتدئات لما يلقننا حزب كامل ينتقلنا إلى فوج آخر،
مع أستاذة أخرى وتلقنهن صور الحزب الذي يليه، وهكذا تباعا حتى يوفق الله الفتيات جميعهن لحفظ القرآن الكريم. والمهم احنا غايتنا ليس هو الختم فقط، وليس هذا هو، وإنما الغاية هو فهم معاني القرآن الكريم مع ختمه إن شاء الله، حتى تكون حافظات بأتم معنى الكلمة، يعني حافظة القرآن الكريم فهما وتدبرا وقراءة بإذن الله تعالى. ولأن القرآن هو دستور المسلمين الذي ينير دروبهم ويربيهم أحسن تربية، فلا بد من تعليم وتلقين النشأ على تعاليم الدين السمحة التي ترتكز على حسن الخلق والمعاملة الحسنة للآخرين. يحرص القائمون على تحفيظ الفتيات القرآن على شرحه وتفسيره أولاً ثم تلقينه، حيث بشرح بسيط ومفصل يخاطب سنهم ودرجة استيعابهم بأسلوب شيق، وبه دعابات وأساليب بسيطة ييسر للطفل الحفظ، فالفهم يجعل الحفظ أسهل. كانوا عندي وإحنا دائما نختار الأفضل فالأفضل، أفضل الأستاذات أو أفضل طالبات اللواتي يحفظن القرآن الكريم، كما رأيتن هنا الآن أستاذات يدرسن الفتيات، يشرفنا على التدريس، ولكن نختارهن اختيارا، يعني الأفضل هي التي تشرف على تحفيظ القرآن الكريم للفتيات. نبدأ إن شاء الله تفسير سورة الانشقاق. تفسير سورة الانشقاق تحتوي سورة الانشقاق على ثلاث محاور. سورة الانشقاق تحتوي على ثلاث محاور. نكتب كالعادة تفسير سورة الانشقاق. المحور الأول يتكلم على مشاهد، نعم مشاهد من يوم، نعم من يوم القيامة. والمحور الثاني وهو يتكلم على جزاء كل إنسان يوم القيامة. والمحور الثالث قسم فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها. تقسم الأفواج حسب مستوى الحفظ، فالمبتدئون يبدأون بقصار الصور ابتداء من حزب سباحة أين تسهر معلمة القرآن على تلقينهم جماعيا، ثم يتم التلقين الفردي من أجل ضبط الأحكام الخاصة بالتجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها لننام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق أنا نصيحتي الأولية يعني كأستاذة هنا في مسجد الأنصار وكأم، يعني المسجد هو كما يقول لك احنا هو الأرض، الأرض اللي تغرسي فيها واللي اللي حتجيب لك الثمار منها تحفظ القرآن. والمسجد ماشي غير القرآن، في حتى الأخلاق، نعلمهم كيفاش يصلوا، نعلمهم كيفاش الوضوء، حتى مع الكلام تاع داخل المسجد، يعني في بعضنا
نحاولوا احنا نتعاملوا معهم يعني باخلاق يعني، ونعلموه في بعض الاحيان خلق من اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام. نديروا في نهايه الحصه نديروا كل تلميذه تحاول تجيب قصه من عندها وتجيب خلق من عندها، كيفاش تعاملت مع اهل تاعها، كيفاش تعاملت مع تلاميذها، يعني نغرسوا فيهم هذه الاخلاق يعني، ماشي غير قران يعني. فرحتها الكبرى ببنات يطلع. إنصاف وصفاء، تعلق قلبهن بكتاب الله وتذوقن طعم وحلاوة القرآن، فأصبحن من المثابرات والمجتهدات، وظن إلى الحزب الخامس في وقت وجيز من الحفظ. ببنات يطلعن عليها يحفظن ويرفعن الذكرى، رسة التحفيظ وتبقى تسمو. يأتينا في أيام عطل الأسبوع من أجل حفظ وفهم ما جاء به كتاب العزيز المتين من معان. تشرق نورا تجلو الحق، مدرسة تحفيظ وتبقى تسمو بالإيمان وترقى، ستظل منارا في الدنيا. تشرق نورا تجلو الحق، تشرق نورا تجلو الحق. أهدت لي الدنيا. اسمي إنصاف، ودخلت الجامعة في 6 سنين. اسمي صفاء، التحقت بالجامعة في عمري 6 سنين، ودوكا في عمري 8 سنين. دوكا أنا في الحزب الخامس، وأنا حان نوصل السادس. تعلمت من القرآن الكريم، طبقوا الأحكام، نطيع والديا أكثر، ونصلي وندير الأمور الحسنة. نحفظ في الدار وبعد نزيد نحفظ هنا، وبعد تشد لي الأستاذة. الوقت الراحة نستغلهم باش نجي للمسجد نتعلم القرآن. قولهم بلي يحفظوا، بس كل القرآن يزيد يساعدك في القراية. تقدروا تلعبوا ما بصح تقرأوا القرآن. كي زعما نقول هكذا بسم الله تكون لك يا ربي في الاختبار تجيني سهلة نجيبها 10. أنا حابة نختم كما القرآن الكريم. ولقد زينا السماء. هي فرصة لكل من أراد أن يعلم أبناءه القرآن الكريم، يضعها مسجد الأنصار بين يدي الأولياء من أجل تربية أبنائهم على خلق القرآن. فحلقات التحفيظ لا تقتصر على هذا الأخير فقط، بل تشمل مختلف الآداب والمبادئ الأساسية في التربية الإسلامية، حيث تتعلم الفتيات مجموعة من الآداب العامة وفرائض التي تجب على كل مسلم ومسلمة. نصيحة الأولياء يعني أنا تبلي هو هذا هو البيت الأول، يعني قبل المدرسة قبل كل شيء هو المسجد. كيت كل أم يعني تخمم كما يتخمم على أولادها، تديهم للمدارس وتديهم تدير لهم تدعيم في الدروس الرياضيات، ولا المسجد هو الأساس. يعني كل أم ماذا بها تجيب أولادها تحفظهم القرآن، يعني قلت لك ماشي غير حفظ، يعني تربية، أخلاق، كل شيء، كل ما يتعلق بالإنسان في حياته، المسلم في حياته راح يلقاه في المسجد. فعليكم بالقرآن ثم القرآن ثم القرآن الكريم، سواء من الناحية العلمية راح يكونوا متفوقين أكيد، وهذا ما أثبته التجربة وأثبته العلم، لأن القرآن الكريم له تأثير على خلايا الذكاء بالنسبة للطفل، فيكون أكثر استيعابا عما يعني كان عليه في السابق. القرآن الكريم هو مأدبة الله للمؤمنين، فلا يبخلن أحدكم نفسه أو أولاده من أن يمد يده لهذه المأدبة، وأن يتشرف بأن يكون ابنه حافظا لكتاب الله، وأن يلبسه تاج الكرامة بإذن الله تعالى يوم القيامة.